اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة معانا المبكبكة. المبكبكة دي أكلة من صميم المطبخ الليبي، ولكن أنا حبيت أعملها النهاردة على طريقتي بطريقة سهلة وبسيطة، ومعروفة إن هي بتتعمل باللحمة أو بالدجاج. أنا هعملها النهاردة بالسجق. فكرة لطيفة. عندنا كيلو سجق، نص كيلو سجق حسب عدد افراد الاسره، ومعانا المكرونه الصغيره الجميله. هنعملها مبكبكه ازاي وتاخد الطعم المصري الليبي المخلوطين الاثنين بحب. حلو الكلام، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معانا البطاطا الحلوه النهارده، هنعملها البطاطا المقليه بالقرفه والسكر. البطاطا غير البطاطس. البطاطس احنا نقول عليها المصريين بطاطس، اخواننا في الشام يقولوا على البطاطس بطاطا، احنا هنا البطاطا بطاطا اللي هي البطاطا الحلوه. في منها الحمراء وفي منها اللي بيميل لون للصفار شويه او البياض، موجوده معانا متقشره وموجوده من غير تقشير. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالقرفه والسكر مقليه. حلو يعني من الاخر، هتبقى لطيفه وجميله، والبطاطا غنيه بالالياف وبالسكريات الطبيعيه اللي 100%، وكمان من الدرنيات المفيده جدا اللي فيها كربوهيدرات ونشويات. نيجي بقى لحاجه مهمه قوي النهارده، الفول. طبق الفول بتاعنا محصور ما بين فول بزيت الزيتون، فول بالزيت الحار، فول بالسجق، ولكن فول جراتان، فول بالجبنة والبشاميل، والأطفال يحبوه. أكلة الفول إحنا المصريين بنحبها وكل العالم بيحبها وبنحب نبدع فيها، فأنا جاي على بالي النهاردة أعمل الفول بالجبنة. مش عايز أطول على حضراتكم لأن في تفاصيل في الحلقة كتير وفي معلومة غير معلومة. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل تفاصيل صغيرة ولكن بمعنى كبير وطعم جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لمقادير البطاطا الحلوه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالقرفه والسكر. والمبكبكه على السفره بتاعتنا، منوره السفره، بتتكلم مصري ليبي، ليبي مصر. أنا مع الأكلة اللي يعملها، يعني هما معروفين بالمبكبكة بالدجاج أو باللحم، أنا عملتها بالسجق، عملتها بطريقة سهلة وبسيطة للمبتدئين في المطبخ بطريقة لطيفة وزي الفل. المقادير بتاعة البطاطا على الشاشة، بطاطا حلوة متقشرة وبطاطا مش متقشرة، ومعانا قرفة ومعانا سكر ومعانا سكينة حادة ما قشرناش بيها بصل ولا توم، حتى أنا طلعت الهواء مع حضراتكم وأنا بجيبها، والبلانشه بتاعتي ما قطعتش عليها لا بصل ولا توم، وغيرت الجلافز بتاعي لا بصل ولا توم. انا هشتغل في بطاطا، ده مطلوب. طالما بتكلم عن الحاجه دي اعرفي ان الحاجه دي مهمه جدا. ما ينفعش السكينه اللي كنت بتقطعي بيها بصل من شويه تقولي انا هقطع بطاطا وخلاص، لا لا لا، هتكرف معاكي وتبقى ريحتها بصل وتوم، ويبقى شكلنا وحش ورابتنا زي السمسمه. واذا قاعدين بقى ده الشيف المغازي ما علمناش كده. اه كل حاجه جديده في جديد. اه حلو الكلام. ادي البطاطا الحلوه، تعالوا نقشر واحده مع بعض. السكينة اللي أقشر بيها مش هقطع بيها. السكينة اللي أقشر بيها مش هقطع بيها. علل ولماذا؟ لأن بيبقى فيه رملة، في طينة، أيا كان، فأنا السكينة اللي أقطع بيها لوحدها. أدي البطاطا أهي. أقشرها كده. براها خالص وأحطها في مية. أحطها في مية ليه يا عم الشيف؟ عشان تبقى إيه حلوة معايا كده وزي الفل. يبقى فيها أتربة، في رملة، لأنه عارفين الدرنيات، البطاطا، البطاطس، القرع العسلي، الكوسه، الحاجات دي كلها، الخيار، من الحاجات اللي بتبقى قريبه للارض وحضن الارض ودفء الارض وحلاوه الارض. مصر ام الدنيا. شفت ازاي البطاطايه زي الفل. تمام، قشرناها، هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف ونقطعها مع بعض. نقطعها بقى ايه، اصابع، زي كانك بتحمري بطاطس عاديه. جربيها لاولادك هيعجبوها قوي على فكره. وتجيبي سكينه زي دي كده او سطور، هتقطعها ازاي دي بقى يا عم الشيف؟ تعملي اول حاجه الحركه دي اهو. حلو. اه اللي انا بعمله ده مهم جدا اهو عشان تطلع معاكي مظبوط. هشيل دي من هنا عشان مضايق المخرج، ونبدا نشتغل كده اهو. دي تقطيعها غير تقطيع البطاطس اهو، بالطريقه دي كده، وتبقى رفيعه ما تبقاش تخينه قوي اهو. ولازم يكون عندي يا شيف مغازي قلايه زي اللي معاك دي كده. طب انت قادر وجايب قلايه فلاير، انا عايز اعملها للولاد، اعمل ايه؟
في طاسة الزيت يا أم اللي بتحمري فيها سمك، اللي بتحمري فيها بطاطس للأولاد عادي خالص، دي مش محتاجة أي احتياطات. أهو طاسة العادية أهو، تعملي صنف جديد للأولاد حلو، ودي قيمتها الغذائية عالية جدا للأطفال بالذات، غنية بالكربوهيدرات، غنية بالنشويات، غنية بالسكريات، مفيدة جدا. شفت أنا بقطعها إزاي؟ أهو تاني، اللي ما خدش باله من الأول ياخد باله من التاني. عايزين أصابع كبيرة نقطع دي زي ما هي. أهو هنعمل أول حاجة الحركة دي، أوبا ده، ونقطعها كده. أهو ويبدأ نشتغل كده بقى. أهو أهو لازم ساتور، لا يعني سكينة المستحد بتاعها تكون عريضة زي دي كده. أهو أهو أو السلاح بتاعها يكون عريض. أهو سموه زي ما تسموه. أهو الرفيعة مش هتديك اللي انت عايزاه. اهو كمان واحدة مع بعض. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. دي طويلة شوية، ماشي نخليها برضو اصابع طويلة. اهو بلا شكل حلو. اهو نيجي كده. اهو نعم يا غالي، حاضر. يقول لي الفول، لا اعمل بطاطا، اعمل مبكبكة، اعمل فتة. هو طبق الفول سيد السفرة، سواء في المناسبات، سواء في كل فطار او غدا او عشاء. هناخد البطاطا الحلوه دي يا عم الشيف في قلب الزيت، اللهم صل على النبي. اهي حلو قوي، وتنزل في قلب الزيت، ونروح نشوف الفول بتاعنا اخباره ايه. اللهم صل على النبي. اخبار البطاطا ايه في قلب الزيت اهي. شفت التقطيعه كلها واحده، ما تلاقيش بقى واحده طريه، واحده ناشفه، واحده مقرمشه، واحده وهكذا. شفتها لازم زيت غزير. الله. نجهز بقى الطبق ونقدمها ازاي واحنا مع بعض. اعمل حركه لطيفه كده اللي انا بحبهم. اللهم صل على النبي. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هحط قرفه وسكر. ادي السكر البودر، وادي القرفه، واقلب القرفه على السكر. حلو الكلام؟ واستنى البطاطا دي تطلع. قرفه وسكر، واحطهم هنا كده. ممكن انت بقى عايز اهب بطعم الحبهان، اخواننا في الخليج يحبوا الحبهان والقرنفل، عادي تحط حبهان وقرنفل مع سكر. يا والله لسه لغايه دلوقتي لسه هسه اللحظه دي جت على بالي، هعملها لكم ان شاء الله. خلونا نجرب الطعم ده كده. سكر بودر مع حبهان وقرنفل مطحون، الاثنين ناعمين مع سكر بودر وسنه قرفه، ونخلط كده ونشوف الطعم الثلاثي اللي هو القرفه مع الحبهان مع القرنفل. يدينا على قهوة عربي على طول. شفت التقليبة دي كده مهمة جدا. حلو، نجهز طبق التقديم. نجهز طبق التقديم. اللهم صل على النبي. حلو قوي، نوسع الدنيا دي كده بقى. بسم الله. ايه رايك في الرصة دي مخرجنا؟ الأماميات. حلو. عايز أعمل حاجة مهمة. الدنيا عاملة كده تمام، في حاجة في راسي كده بحضر لها أشاركك معايا. ممكن تكون أنت عندك الإمكانيات شوية. هتجيبي غطا حلة أو غطا زجاجي على قد الكسرولة اللي أنت حطيت فيها السكر البودر والقرفة وتجهزيها. أنا جبت طبق عادي، أنت ممكن يكون عندك غطا بنفس المقاس. بعد ما تطلع البطاطا الحلوة من الزيت وهي سخنة نصفيها كويس، بنسقطها هنا ونغطي الكاسرولة دي او البولة دي ونرجها جامد كده ونقلبها، وبعد كده ناخد البطاطا نغرفها في طبق تاني. عرفت انا هعمل ايه؟ ده نظري، العملي هننفذه دلوقتي مع بعض. واحدة واحدة. السر في البطاطا دي خلي بالك عملية التحضير الاولية اللي انا لازم اتكلم عنها وانا واقف جنبيها. جبنا البطاطا من عند الراجل بتاع الخضار او الفكهاني، وهي موجودة دلوقتي بتدخل مع الشتاء بتملى السوق.
واحنا في مصر مشهورين بالبطاطا الحلوه بتاعتنا، بالله الراجل الطيب بيعملها على العربيه، انا شخصيا بحب افطر منها الصبح. دي ما بيشويها الراجل في الفرن او على الفحم، بتبقى لطيفه، بيحطوا عليها عسل، بيحطوا عليها نوتيلا، شوكولاته، زي ما احنا عايزين. البطاطا لازم تتغسل كويس جدا وتتشال من الرمله والطينه، وتبقى بالشكل ده كده، وتقشريها. بعد ما تقشريها تقطعيها زي ما انا قطعتها دلوقتي. اه انا بركز على الحته دي، مهمه جدا، لانك لو انت قشرتيها بالرمله او بالطينه هتلاقي الحاجات دي والرذاذ ده في البطاطا وانت بتاكليها مع السكر البودر والقرفه، وهيبقى مزاجنا مش حلو وشكلنا مش حلو واحنا بناكلها. خلي بالك ده مطلوب. هنشيلها كده من النار. ايوه هي ما فيهاش زيت اصلا، طالما بتحمري في الزيت شديد الحراره ناخدها كده نسقطها هنا. بص اهو، اه الله، هو ده. بص على الحلاوه دي بقى، بص اهو، بص هنعمل ايه بقى اهو. اللهم صل على النبي. اه هز اهو. حلوه، ناخدها. ايه اللهم صل على النبي، يلا بينا. ايه سهله، هتعملها احسن مني انا عارف. الف انا وشفا للي ياكل بطاطا حلوه بالقرفه والسكر. يلا بينا نزينها بعود نعناع حلو. الف هنا وشفا. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. قدرنا ان احنا نعمل مطبخ بسيط وسهل، ولكن حقوق الطبع لدينا وبس، اذا كان في المعطيات او المطلوب او البرهان. عملنا المبكبكه بالسجق، عملنا طاجن الفول بالبشاميل جراتان، وعملنا البطاطا الحلوه بالسكر والقرفه. رؤيه، فن، ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.